مرة دخلت السعودية اشتغل مع بن لادن بالشركة، بعدين دول احنا سكن انا واثنين هنود واحد من حقه صار، كنا نسكن سوا. بعدها استمرينا فترة، كان كل يوم العشاء على واحد، كل يوم على واحد. بعدين الهنود يطبخوا لك عشاء ويكثروا البهارات، معهم اكثر من 30 صنف من البهارات داخل، ونقول ما يعملوا. حتى عندنا المطاعم ما يصلحوا شكة، قلت اتعلم من الطباخ حقهم هذه. دخلت مرة جنب واحد انا ويصلح هذا، كل ساعة يشيل العلبة ويسوي كل ساعة. قلت له بسيطة، ما يقدرين اشياء. لا يوم خميس كذا قال يا مصطفى ما بقول عليك مدحة الطبيخ. قلت ابشروا، وهم انت داري معاهم عادة وتقاليد، لما يموت ابوهم يحرقوا بو يطحنوا يعملوا من علبة ولا هذا، يتذكروا ياخذ منه البركة. وانقعد طارح له بالمطبخ. قالوا يلا قم اصل العشاء. قمت معنا ولعت الشوله يلا وصل العشاء. الكيد من هنا، من العلبه هذه، من العلبه هذه، من العلبه هذه، اوصل لك العلبه هذه كالرماد. اسكبهم ولا اوصل مشكل ابوهم واحرك حركت ابوهم بين المشكل. انا مش جارين ابوهم. بعدين احنا راقدين يمكن الساعه 1 بالليل، الرجال راح ياخذ البركه من ابوه من العلبه. يروح نص معاه يصيح قفزوا لك الجماعه يقروا الخبر. قال لهم بابا انا قسكري معاهم ما هم الخبر. قال بابا فين بابا، بابا فين بابا. قلت له مش انت قلت بابا قبل 2 سنة مات؟ قال ايوه بابا قبل 2 سنة مات، بس بابا هنا. كيف بابا هنا؟ هنا بالعلبادين. قال فين بابا هنا؟ قال لقيت انا اخذ بركه هنا بابا. قلت له لا بارك بك بابا قو هنا. لا بارك بك ولا عواش. كيف بابا هنا؟ قلت له بابا طبيخ عصدنه في صيداك ربك اللي انت عملت له بن علبه. قاموا يلا زعلوا اذن هون ذلكنا يلا شلوا لك البرشان حق له خارج، انت اكل بابا. قلت له انت بابا عمل بن علبه؟ كيف بابا؟ انا دارنا بابا بن علبه، انت قلت بابا مات.